من ناحية أخرى، تستمر قطر في التمتع بمركز مالي قوي، حيث حققت فائضا بلغت نسبته 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بسياسات متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة. وسوف تستمر الحكومة في تخطيط موازنة في إطار إنفاق متوسط المدى، بحيث تراعي الأولويات والاعتمادات المخصصة لكل قطاع مع التركيز على المخرجات والنتائج. أيها الأخوة، لقد أنعم الله علينا بثروة طبيعية ما كانت لتحقق لنا هذه المداخيل لولا توفر الرؤية والجرأة عند سمو الأمير الوالد للاستثمار البعيد المدى في هذه الثروة، ويفترض أن نحافظ عليها ونحضر البدائل لها. وعلى الرغم من المستوى المعيشي المرتفع الذي يمكننا أن نوفره، إلا أننا يجب أن نتعامل مع ثرواتنا واقتصادنا بمسؤولية، وهذا لا يتعلق بالجيل القادم فحسب، بل بنوع الإنسان الذي نعمل على تنشئتها في الحاضر. هل هو إنسان منتج أو إنسان مستهلك فحسب؟ المسؤولية الاجتماعية وعدم الانزلاق إلى التبذير غير المسؤول هي من مكونات شخصية الإنسان الذي نريد. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. وفي هذا السياق لا بد أيها الأخوة من دراسة الأسباب التي ترفع تكلفة بعض المشاريع في دولة قطر بشكل لا يتلائم مع التكلفة والربح والعرض والطلب، والبحث في سبب ارتفاع تكلفة العقارات والتخزين، وسوء الإدارة التي يؤدي إلى التغيير المتواتر في مواصفات المشاريع على حساب الدولة أو في تأجيلها والمماطلة في تنفيذها، ثم القيام بتنفيذها على عجل وبشروط أسوأ تزيد من الكلفة. الأخوة أعضاء مجلس الشورى، إذا كان من حقنا أن نسعد بما تحقق في السنوات الماضية من إنجازات، فإننا ينبغي أن لا نغفل عن بعض الظواهر السلبية التي قد تصاحبها، وأهمها مشكلة التضخم. فلقد صاحب معدلات النمو المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية ومشاريع التطوير وما واكبها من زيادة في عدد السكان وزيادة في الأسعار، ولا شك أن للتضخم أثار سلبية على النمو وعلى المجتمع. ولذلك فإن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع، وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة. وأخص بالذكر السياسات النقدية والمالية ومحاربة الاحتكار وتشجيع التنافسية ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى والتنسيق بينها، حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة تؤدي إلى الضغط على القدرات الاستيعابية المتوفرة. ولقد شكلت لجنة حكومية لغرض اقتراح الحلول اللازمة للسيطرة على أي ضغوط تضخمية داخلية أو خارجية. ولا بد للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغرفة تجارة وصناعة قطر من القيام بدورها والعمل على تجنب أي زيادات غير مبررة في الأسعار، فالمسؤولية مشتركة، ودور تلك الجهات لا يقل أهمية عن دور الدولة في هذا السبيل. الأخوة الأفاضل، تمثل التنمية البشرية أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية قطر، ويظل المواطن القطري محور اهتمامنا الرئيسي من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن له الرقي والتقدم، والاهتمام بصحته البدنية والنفسية، وتحافظ في الوقت نفسه على هويته ولغته العربية كمركب الرئيس في هويتنا وثقافتنا، فلا تناقض بين التطور والأصالة. وبالعكس، فإن جميع شعوب العالم قد تطورت بلغتها وطورتها معها، من دون أن يمنع ذلك من تعلم اللغات الأجنبية وإتقانها كضرورة للتطور العلمي والاقتصادي والحضاري بشكل عام. ولهذا فإن الحكومة لن تألو جهدا في زيادة المخصص للإنفاق على التعليم والتطوير
ولقد شكل الإنفاق على التعليم ما نسبته 13.4% من إجمالي الموازنة لهذا العام، وما يعادل 3.8% من إجمالي الناتج المحلي. وسوف نعمل على الاستمرار في الإنفاق على البحوث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية وبرامج الابتعاث والتدريب وتحسين جودة العملية التعليمية، فالتعليم هو قاطرة التقدم. وفي مجال الصحي، تضمنت موازنة العام المالي 2013-2014 زيادة قدرها 13% لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، كما اعتمدت استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لتصبح أولوية وطنية للارتقاء بمنظومة الصحية ومضاعفة عدد المراكز الصحية في الأعوام الخمسة القادمة، مع التوسع في الخدمات الطبية وتنوعها وعلى الأخص خدمات الوقائية. كما أطلقت المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي هذا العام، الذي من المفترض أن يغطي المواطنين كافة مع بداية سنة 2016. ولكن كما سبق وأن قلت في خطابي الذي وجهته لإخواني القطريين عند تولي مقاليد الحكم، إن العبرة تبقى في النتائج. ولكني أقول في الوقت ذاته أنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا، فهذا أسوأ من خداع الآخرين، لأن من يخدع نفسه يسد أمام نفسه الطريق لإصلاح الأخطاء. ومعايير النجاح في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وثقافة ورياضة وغيرها لا يقاس بحجم الاستثمار فحسب، ونحن لن نقصر في هذا إن شاء الله.